طيب في السؤال هنا بيقول لنا in order to write a string، دلوقتي هي محتاجة تتعلم الأول ازاي تعرف الحروف ال contained في ال string دي، أو محتاجة تتعلم الحروف دي، تمام؟ فهي دلوقتي لو محتاجة تكتب message مثلا عبارة عن string s، فهو عايز يعرف ايه ال minimum alphabet size اللي هي محتاجة تتعلمه عشان تكتب المسج دي. فهي مثلا لو هتكتب كلمة جواها حرف ال H، فهي محتاجة تتعلم من ال A لل H، فهو عايز يعرف بقى من ال A لل H دول كام رقم. طيب دلوقتي مثلا هي محتاجة تكتب كلمة آخرها مثلا أو فيها حرف ال D، فهي كده محتاجة تتعلم 4 حروف من ال A لل D، تمام؟ فهنا بيقول لنا إن الألفابت سايز عبارة عن 26 رقم، 26 حرف قصدي، تمام؟ وبيقول لنا ان الالفابت سايز مثلا اكزامبل، يعني بيقول لنا ان لو الالفابت سايز عبارة عن 4، فده معناه ان هو فيه الحروف دي بس اللي هي الاي والبي والسي والدي، تمام. طيب الانبوت بتاعنا هيبقى عبارة عن لاين هناخد فيه التست كيسز، تمام. واول لاين في التست كيس هتبقى عبارة عن السايز بتاع السترينج، وتاني لاين في التست كيس هيبقى عبارة عن السترينج نفسها وكله لور كيس اللي هو سمول لترز يعني، تمام. طيب دلوقتي مثلا هو هيدينا 5 تست كيسز، ماشي، اللي هو الخمسة دي. طيب أول تست كيس اللينث 1، فيبقى والحرف عبارة عن A، تمام. يعني هو دلوقتي اللينث 1 فهو هيدينا حرف، طب الحرف ده عبارة عن A، طلع حرف ال A. طب هي محتاجة تتعلم كام حرف عشان تكتب مسج فيها ال A؟ محتاجة تتعلم حرف واحد اللي هو ال A، تمام. طيب التست كيس اللي بعدها تفهمنا أكتر. دلوقتي اللينس بتاعها 4، تمام، فاحنا هناخد 4 حروف. طيب ال4 حروف دول عبارة عن كلمة داون، داون دي عبارة عن D و O و W و N. طيب احنا لو ماشيين الفاباتيكال اوردر فال W ده هيبقى اخر حرف، تمام. فاحنا محتاجين نتعلم من ال A لل W. طب من ال A لل W ده كام حرف؟ دول 23 حرف، تمام. اهو نفس الكلام هنا، كلمة code forces مثلا محتاجين نتعلم 19 حرف. هي الكلمة متكونة من 10 حروف بس، عشان نوصل لأكبر حرف فيهم بالترتيب فاحنا محتاجين نتعلم 19 حرف، تمام. نفس الكلام في اللي بعدهم. طيب قبل ما نخش في السؤال نفسه والكود وكل حاجة، في حاجة محتاجين نتعلمها اسمها الاسكي تيبل. الاسكي تيبل ده عبارة عن letters وكاركترز، كل letter وكاركتر ليه رقم معين، تمام. فاحنا لو جينا هنا على اليمين هنشوف ان من ال A لل Z عبارة عن اسمه ايه ده، الارقام من 97 ل 122، تمام. فاحنا لو جينا عملنا 122 ماينس 27 هيطلع لنا 25، تمام. بلس 1 فلازم نعمل، عشان عملنا ماينس فلازم نزود 1، فهيبقى كده عدد الكاركترز بتاعنا اللي هو 26 بتوعنا، تمام. الفرق ما بين ال 122 وال 97 25، بس هم اصلا لكن علشان نعد الزد كمان او عشان نحسبها هي كمان فلازم نعمل بلس 1، ودي هنحتاجها في السؤال يعني، تمام. فاحنا محتاجين نعرف او نفهم بس اهم حاجة دلوقتي ان كل كاركتر ليه رقم، يعني الزد مثلا ليها رقمها 122، الواي 121، وهكذا، تمام. طيب ككود بقى نكتب كل ده ازاي؟ اول حاجة هنعرف التست كيسز بتاعتنا، نعمل لها سي ان، تمام. بعد كده وايل تي ماينس ماينس، دي احنا عملناها كتير يعني. احنا قلنا هناخد حاجتين في كل تيست كيس، اول حاجة السايز، تمام، وتاني حاجة السترينج نفسها، تمام. بعد كده نعمل سي ان، تمام. دلوقتي عايزين نعرف انتجر مثلا اللي هو عبارة عن اخر رقم هنوصله او اكبر رقم او عدد من الحروف محتاجين نوصله، فهنسميه ماكس مثلا اللي هو ماكسيمم، يعني انت ماكس ايكوال زيرو، تمام. ما هي في البداية لو السترينج فاضي اصلا فاحنا كده مش محتاجين نعرف ولا حرف،
بس مثلا لو مدينا 1 يعني مدينا اللينس بتاعها 1، فاحنا كده هنشوف بقى محتاجين نتعلم كام حرف، فهنقعد بقى نزود على الماكس ده. فاحنا الماكس ده بالنسبة لنا كأنه كاونتر يعني، تمام. بعد كده هنعمل فور لوب، هتلف على السترينج كأنها array، تمام. يعني هنتعامل مع السترينج معاملة ان هو array، تمام. فهنبدأ int i equal 0، i اصغر من السايز، تمام، i plus plus. حلو. بعد كده هنشوف لو ال s of i اكبر من الماكسيمم، يعني الكاركتر، احنا قلنا ان كل كاركتر ليه رقم، فلو فعلا في رقم اكبر من الزيرو ده، احنا بادئين من الزيرو يعني بادئين الماكس ايكوال زيرو، ففعلا لو في كاركتر يبقى فساعتها اكيد الكاركتر ده هيبقى ايكوال زيرو، تمام. ساعتها هنخلي الماكس ايكوال الاس اوف اي، تمام. فساعتها الماكس ده هياخد الرقم بتاع الكاركتر اللي جوه الاري، تمام. وهنقعد نلوب كده بقى. يعني احنا دلوقتي مثلا بدأنا بحرف ال A، تمام، فهو السايز 1 فهي هتلف مرة وخلاص. طيب ال A ده قلنا ان هو 97، فهتبقى 97 اكبر من الماكس، دي حقيقة. طيب 97 اكبر من الماكس، يبقى الماكس هيبقى equal ال 97 دي، تمام. هو هياخدها ال S of I دي، هياخدها كرقم مش ككاركتر، تمام. آه لا سوري، هياخدها اه لا هياخدها كرقم، تمام. فهتبقى الماكس دي ايكوال 97 دلوقتي، تمام. فهنطلع بره الفور لوب، هنعمل سي اوت الماكس ماينس الاي دي. ليه حطيناها كده؟ يعني ليه حطيناها جوه كوتس؟ علشان تتحول لرقم. لو كتبناها ماينس اي كده عادي، ف ما فيش كاركتر بيتكتب كده لوحده، الكاركترز لما بتتكتب كده لوحدها ده معناه ان انت معرفه مثلا كانتجر كسترينج او whatever، لازم تحطه جوه كوتس، تمام. فهتبقى الماكس ماينس الاي، فهتبقى كده 97 ماينس 97 ايكوال 0. بس احنا قلنا احنا محتاجين نزود 1 علشان يدينا عدد الحروف نفسها بقى، ففي الاخر هنعمل بلس 1، تمام. اند لاين. طيب يعني اشرح لكم تاني اكزامبل تاني. دلوقتي احنا قلنا مثلا تاني تيست كيس كان مدينا حروف عامله ازاي، داون، تمام. ناخد دي كده كوبي، تمام، نكتبها هنا، تمام. طيب دلوقتي انت هنخش على الاري على السترينج، تمام. فانت اي ايكوال 0، ماشي. الاس اوف 0 دي، طب الدي ده رقمه كام؟ الدي هنا كسمول رقمه 100، تمام. طيب المية دي اكبر من الماكس، اه ماشي، يبقى الماكس ايكوال 100. طيب الاو نيجي هنا نبص، هنلاقي ان الاو 111. طيب هي 111 دي اكبر من 100، اه طيب يبقى دي 111. نفس الكلام عن الدبليو، الدبليو هنبص هنا هنلاقيها 119. طيب 119 دي اكبر من 111 في الاف هنا، اه طيب يبقى الماكس ايكوال 119، تمام. نيجي عند الان، هنلاقي ان الان 110. طيب 110 دي اكبر من 119؟ لا. طب خلاص يبقى هنطلع من الفور لوب دي اصلا، فهتبقى هنا وصلنا اخر حاجه 119. طب 119 ماينس 97 نحسبها بقى ونعمل بلس 1، هتطلع لنا فعلا الانسر. طيب نجرب بقى، ناخد كوبي كده ونرن ونشوف. ماشي، الداون طلع فعلا 23 حرف، ال A طلعت هنتعلم حرف واحد فعلا، الكود فورسز طلعت 19، تمام. فهي طلعت نفس الاوتبوت. طيب ناخد بقى الكود كله كوبي كده، نروح نعمله سبميت. جاب accepted بس كده، تمام.